اختارت هذه السيدة التوجه اليوم إلى القرية الوردية المنتظمة بمناسبة شهر أكتوبر الوردي بمركز الطب المدرسي والجامعي بمنوبة من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي. سمعت بالحملة متاع أكتوبر الوردي، حبيت نفقد روحي، فما طب باش نعملوا إيكو وحدة تفقد روحه مرة في العام، كل ما نفيقوا به بكري كل ما تكون النجاعة خير والعلاج خير بالطبيعة. القرية الوردية هي عبارة على عديد الورشات فيها التثقيف الصحي باش نوعيو المرأة على أهمية التقاسي وأنهم العوامل الاختتار، ونشجعوها خاصة على الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية هي عندها دور كبير باش نجم تحمي المرأة من سرطان الثدي. ووفق مؤشرات وزارة الصحة تصاب في العالم امرأة واحدة بسرطان الثدي من بين كل 12 امرأة، وهو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان عند المرأة. وفي تونس يمثل هذا الصنف 30% من مجموع السرطانات التي تصيب المرأة، ويؤكد الأطباء أهمية الكشف المبكر لهذا المرض في مراحله الأولى. راكي تفيق بها على بكري، نسبة الشفاء من الورم هذا من السرطان هذا توصل 90%، ولا يزي الشفاء ولا يزي يكون أقل المخلفات، معناتها الثدي يقعد في بلاصتو ونجمو ما نستعملوش العلاج الكيميائي اللي هو مقلق شويه، ونجمو نستحفظوا على الولاسس اللي تحت الإبط اللي هما ساعات مخلفاتهم كثيره كي نظفوهم. فقد ما نقول لك المراه يلزمها تتفقد روحها مره في الشهر وحدها، مره في العام عند القابله ولا عند الطبيب العام ولا الطبيب المختص، ومره في العامين تنجم تعمل ماموغرافيا من سن 45 سنه. هذوما الامراض هما امراض اللي يلزم الـ 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 معناتها العائله والمجتمع الكل يتلهى بها، فهمت؟ وهنا يدخل دور زادة بما فيهم دور الطبيب، فهمتني، اللي هو في الخطوط الأمامية، اللي هو زادة عنده دور كبير بالشراكة مع القابلات، بالشراكة مع الممرضين، بالشراكة مع كل مهني الصحة. وتضمنت القرية الوردية عيادات مختلفة، منها الخاصة بالتثقيف الصحي ومنها للمساعدة على الإقلاع على التدخين. السيجارو اللي باش يتكيفوا ماذا بينا ما يقومش به، ما يتكيفوش، ما يجربش، نحاولوا باش الصغير نوعوه في المدارس راهو التدخين مضر من الاول، معناتها مش كي يكبر نقولوا له لا وما تكيفش، لازم من الاول نبينوا له مضار التدخين. وقد أعدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية برنامجا توعويا بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، يتضمن بالأساس عيادات ميدانية وقوافل صحية بالمناطق الداخلية.